سامي الخيبري الذي يحصل على جائزة، ثم بعد ذلك مع رئيس النادي يتشرف بالسلام على سمو سيدي ولي العهد، ويتشرف بالحصول على هذه الكأس الغالية للمرة الأولى في تاريخ نادي الفيحاء، ليسجل التاريخ أن الفيحاء يحصل على أول كأس في تاريخه، كأس خادم الحرمين الشريفين، وأول من يتوج من يد سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أجواء كبيرة سيداتي وسادتي، وبالتأكيد أمامنا ليلة رائعة للفيحة لنحتفل.